طيب، بدأنا المحاضرة الماضية نحكي في موضوع البرزنتيشن. يفترض أنه أنت بعد ما تسلم الدرافت أنت عندك، اللي هو عبارة عن complete proposal، ولكن النسخة الأولية أنت عندك، لأنه مطلوب منك تسلم نسخة نهائية يا أستاذ في نهاية الفصل. تمام، مطلوب منك تعمل البرزنتيشن للمشروع تبعك. تمام، فبدي اعطي لك بعض الملاحظات بخصوص البرزنتيشن بحيث انه انت تاخذها بعين الاعتبار. فهذا كلام احنا بدانا فيه المحاضره الماضيه، نمن عليه بشكل سريع. حكينا انه في انا عندي قاعده ال10 20 30. ايش بتقول القاعده هذه؟ انه ال10 سلايد بتاخذ 20 دقيقه اذا كان حجم الخط 30 بوينت. تمام، فهي شغله كثير مهمه اللي هو موضوع التايمينج، توقيت انت عندك. فبالتالي بدك انه انت تشوف كم وقت انت بتحتاج عشان تشرح السلايد الواحدة. ممكن اجي انا اقول لك ان السلايد الواحدة بتاخد معايا دقيقة، انه انا متعود انه السلايد بتاخد معايا دقيقة، فبالتالي 10 سلايدات بتاخد 10 دقائق، 20 دقيقة بتاخد 20 سلايد يا استاذ. تمام، الان انت مطلوب منك في البرزنتيشن الوقت المتاح لك 20 دقيقة، فبدك تعمل حسابك على هاي الشغلة. تمام، طبعا هل هذه القاعدة انه قاعدة خلاص يعني انه لا بدك تمشي عليها؟ طبعا هذا الموضوع حسب، يعني حسب طبيعة السلايد، قديش حجم المعلومات الموجودة فيها. ممكن سلايد انت تطول تاخد فيها 3 دقائق، ممكن سلايد تاخد فيها ثواني، نصف دقيقة. فالموضوع انه بيعتمد، لكن احنا بنحكي بالمجمل او بالمعدل انه الدقيقة ممكن او سلايد ممكن تاخد دقيقة او دقيقتين. تمام، ما انت مين قال لك انه انت فعليا حتاخد؟ انا بقول لك القاعدة هذه مش انه خلاص حتتطبق عليكم كلكم. في بعض السلايدات بتاخد منك نصف دقيقة، في سلايدات تانية بتاخد منك دقيقة، في سلايدات بتاخد منك دقيقتين. اللي انا بدي اوصل لك اياه البوينت انه خلينا نحكي بالمعدل انه السلايد بتاخد دقيقة، فانت عندك 20 دقيقة، فبالتالي 20 سلايد. ما تزود على 20 سلايد، ما تجينيش في البرزنتيشن في معاك 35 سلايد، في الغالب انت مش هتلحق وانا مش هتحلك الوقت انه انت تكمل البرزنتيشن تبعك، فبالتالي البرزنتيشن تبعك بيطلع اوت. احنا مقيدين في الوقت بس. طبعا بالضبط، انت مقيد في الوقت. انا حاطي كل مجموعة، يعني انا عندي المحاضرة ساعة، هخلي ساعتين في الساعة يعرضوا مجموعتين، كل مجموعة طبعا هتاخد 20 دقيقة، لأنه الوقت الباقي أنه أنا هسأل فيه وأنه حيبدلوا المجموعات وحيشبك LCD تبعه وكل هذا الكلام، فأنت هتاخد 20 دقيقة. احرص أنه محتوى اللي أنت تقدمه في 20 دقيقة أنه أنت بتلحق تخلصه، خلي بالك من النقطة هذه. طبعا في معايير أو في guidelines لهاي الشغلة، في guidelines، هاي الجايدلاين واحدة من الرولز. هل هذه الرول خلاص يعني إشي منزل مش هتقدر إنه أنت يعني في إشي غير هيك؟ يعني طبعاً في إشي غير هيك، زي ما حكيت لك إنه الموضوع بيختلف من سلايد لسلايد تانية. في سلايد تأخذ فيها 10 ثواني، سلايد 30 ثانية، سلايد دقيقة، سلايد دقيقتين، حسب طبيعة السلايد. فأنت في المجمل بدك تشوف السلايدز تبعتك قديش إنه هي بتأخذ وقت. تمام، طيب، وكذلك ذكرنا انه انت بدك بدي ادي لك بعض التلميحات من علم الادراك، من الكوجنيتيف ساينس. عاده انه الاشخاص اللي بيكونوا موجودين قدامك، طبعا ايش الوظيفه تبعتك في البرزنتيشن؟ انه انت تعرف الحضور ايش المشروع تبعك. لو انت خلصت البرزنتيشن والحضور طلعوا مش عارفين ايش انت ايش بدك تسوي في المشروع، او هذه ليش عملتها كذا، او ليش سويت زي هيك، معنى ذلك انه انت فعليا ما عملتش برزنتيشن. تمام، كنت غائب في البرزنتيشن، انت فعليا بتكون حاضر ولكن غائب في نفس الوقت، لانه انت ما وصلتش الفكره. انا بحكي مجازا زي هيك، انه انت غائب لانه انت ما وصلتش الفكره. ايش علم الادراك بيقول؟ بدك تعطي الكم او القدر الكافي من المعلومات حسب الاودينس او حسب الحضور الموجودين عندك. يعني انا ممكن اشرح لك شو معنات الذكاء الاصطناعي في نصف دقيقة، او ممكن اخذ محاضرة كاملة
وانا احكي لك عن الذكاء الاصطناعي، او ممكن ادي لك كورس كامل شهر اربع شهور فصل دراسي وانا احكي لك عن الذكاء الاصطناعي، تمام؟ فبدك تعطي القدر الكافي من المعلومات حسب الاودينس. طبعا انه احنا ما فيش داعي ندخل لتفاصيل يا جماعه، الذكاء الاصطناعي انه احنا نخلي الكمبيوتر عنده القدره انه يفكر ويتعلم زي الانسان. حكيت لك يعني جزئيتين، خلاص ببساطه استوعبت ايش معناته الذكاء الاصطناعي. وممكن انا اضلني ساعه كامله وانا احكي لك الذكاء الاصطناعي انه ماشي اوكي كيف بتتم العمليه هاي، تمام؟ فانت الان في عندك مجموعه من التعريفات، في عندك مجموعه من الاشياء اللي مش موجوده او مش مشروحه او مش معروفه لدى الجميع او جزء يعني كبير من الاودينس او ممكن يكونوا عارفينها كلها، فبالتالي تختار القدر الكافي من المعلومات اللي انت تحكيه. ما فيش داعي ان انت تقعد تشرح الشغله اغلب الحاضرين بيعرفوها. يعني على سبيل المثال من الاخطاء الشائعه انه بيجي بحكي لك احنا والله استخدمنا منهجيه كذا، وبيجي بضلوا يشرح في المنهجية هذه. مش انتوا كلكم درستوا المنهجية هذه؟ ايش في داعي انه انت تشرحها للطلاب؟ خلاص اعطي وقت لشغلات تانية اهم في المشروع تبعك انه انت تحكي عنها. خلاص معروفة منهجية كذا، ايش المراحل تبعتها وكيف بتشتغل؟ ليش تضيع وقت انه انت تشرح شغلات في الهندسة البرمجيات؟ ليش؟ او هندسة الوسائط اذا انت كنت وسائط، تمام؟ النقطة الثانية انه انت بدك تفصل البيانات عن بقية النص. طبعا لما يكون في عندك بيانات انت ما تحطهاش مع النصوص، لانه في علم الادراك بيقول لك انه هذا بيشتت الانتباه، انه انت مثلا بدك تشرح شغلة معينة زي هيك، انه انت مثلا بتستخدم التشارت هذا بشكل منفصل عن البيانات، ما تخلطهم مش هيك جنب بعض، او انه انت تحطهم وبعدين تحط رسمة وبعديها تحط مرة تانية نص. لا، بدك تفصل البيانات او الاحصائيات عن، او مثلا في عندك احصائية عبارة عن جدول، كل السلايد هذه بتكون الجدول تبعك، ما تحطش كلام لانه الكلام هذا انت يفترض انه انت تشرحه، تمام؟ الشغلة اللي بعد هيك انه يفترض انه كل سلايد يفترض ما يكونش فيها اكثر من اربع نقاط. تجنب انه انت تعمل اوفرلود انت عندك في السلايد. في ناس بتيجي بتحط السلايد تبعتها حشية فيها 8 9 10 نقاط، هيك ما صارش برزنتيشن. يا اخي افصلهم على 2 سلايدز، لو النقاط هذه كلها مهمه افصلها على 2 سلايدز او اختصر. اما انت تحشي لي السلايدز كلها، يعني انا بحط حالي، انا بحكي لك هنا علم الادراك، انا بحط حالي ضمن الحضور وجيت انت بتشرح لي وقاعد بتحكي لي في سلايد فيها 8 9 نقاط، انا ضعت مش هركز معك، ضلك انت احكي زي ما انت بدك وانا بكون مشغول في الجوال او بتاوى بقاعد او ضاعت الفكرة او النقاط اللي انت بدك تحكيها، تمام؟ كذلك علم الادراك بيقول لك لو انت بدك الحضور يركزوا معك ويستوعبوا معك استخدم تجميعات زي مثلا الكلر او السايز عشان انه انت تربط بيانات مع او افكار معينة. طبعا عشان توصل للفكرة هذه شرحت لكم المرة الماضية انه في عندك حاجة في نظم التشغيل، حاجة اسمها race condition. انا بدي ابين لك كيف الالوان هنا بتوضح لك الموضوع، تمام؟ في انا عندي هنا في الهاي ليفل counter plus plus، اكيد مرت عليك هاي الجملة انه ايش بتسوي؟ بتزود القيمة بواحد، الكاونتر بتزود بواحد، وهنا minus minus بتنقص واحد. هذا طبعا كلام هذا في هاي ليفل سواء كانت بي اتش بي جافا بايثون بغض النظر عن لغه البرمجه. الان لو احنا نزلنا لو ليفل وشفنا انه التعليمه هذه ايش التفاصيل تبعتها، هيها ثلاث تعليمات باللون الازرق، وهاي الماينس ماينس برضو ثلاث تعليمات باللون الاخضر. لو هدول التنتين بيشتغلوا مع بعض ايش النتيجه اللي بتتوقعها؟ انت زودت ونقصت. انت على سبيل المثال لو كانت انه قيمة الكاونت خمسة، قديش النتيجة النهائية؟ بتضلها خمسة. ليش؟ لانه انت زودت واحد ونقصت واحد صار ستة، ونقصت واحد صار خمسة، او العكس انت بديت بالتنقيص صرت اربعة وبعديها زودت واحد صار خمسة، فبالتالي القيمة صحيحة يفترض خمسة. انا بدي اقول لك انه بدي اوصل لك فكرة
شوف كيف بدي استخدم الالوان واصل لك فكره. فكره الريز كونديشن انه هاي الشغله ممكن تسبب عندك خراب في قيمه الفاليو لو انت ما ضبطتش الموضوع. هذه كانت في بروسيس بي 0 وهذه كانت في بروسيس ثانيه بي 1، مش نفس البرنامج، برنامج منفصل بروسيس 0 وبروسيس 1، او تكون ثريد في نفس البرنامج. ايش ممكن يسبب عندك؟ لو احنا بدينا هاي اس 0 اس 1 اس 2 اس 3، هذا تسلسل تنفيذ المعلومات، تنفيذ التعليمات عفوا، تمام. هجيت هنا انا عندي 3 و3، تمام. هجيت نفذ 2 نفذ 2 من اول عمليه، بعديها نفذ 2 من اول من ثاني عمليه، بعديها التعليمه الثالثه من اول عمليه والتعليمه الثالثه من العمليه الثانيه. معنى ذلك انه انا واضح انه في تداخل، انا عندي ازرق ازرق اخضر اخضر ازرق اخضر. هجيت هذا التداخل ايش بيسبب؟ انه القيمه النهائيه للكاونت انت عندك بتصير 4، تمام. ليش؟ لانه ما فيش تنسيق بين العمليتين هدول. فالفكره في الموضوع انه شايف كيف سهل علي موضوع الشرح لو انا استخدمت الالوان هنا والالوان هنا عشان ابين لك انه بسبب التداخل القيمه النهائيه 4 مع انه هي تفترض 5. هيك بسهل عليك في توصيل المعلومات انه انت تستخدم الوان او تعمل جروبينج لشغله معينه بحيث انه انت توصل افكار معينه، تمام. وكنا نحكي كذلك في قواعد النصوص text rules اللي بحط لي باراجراف في البرزنتيشن، برسب في البرزنتيشن. البرزنتيشن يعني شو فائدة البرزنتيشن اذا انت بتحط لي باراجراف اخذتها نسختها من البروبوزر؟ ما انا اللي عاملها، ما انا يعني ما انا اللي عاملها، ليش ما انسخ في البرزنتيشن؟ لا، ببطل البرزنتيشن. ليش انت مغلب حالك وجاي ومخلي الناس كلهم تستنى فيك انه انت بتشرح وحاطط لي باراجراف؟ خلص بقرا التقرير انا، ليش عامل لي برزنتيشن؟ فاللي بحط باراجراف برسم، بدك تستخدم بوينتس. يعني لاحظ هنا انا هيني شايف حاطط بوينتس وقاعد لي ساعه بشرح، بس مجرد انه انت تقرا راس الموضوع وبتقعد تشرح لوحدك، فيش داعي انه انت تقرا من السلايد، تمام. استخدم حجم النص المناسب، ما تحشي السلايد، ما يكونش في عندك ضغط في البيانات انه انت يعني تحشي السلايد برسومات ونص كتير بحيث انه انت بدك انه تحكي فيها نقاط كتير. السلايد اللي انت بتعمل فيها زي هيك، هذا السلايد عديمة الفائدة، راحت، بمعنى انه المعلومات اللي فيها مش هتصل، معلومات اللي فيها مش هتصل بالمرة. ما تستخدم كابيتاليزيشن لنص عادي، لأنه الكابيتاليزيشن أنه ممكن يفهم أو يقرأ بطريقة مختلفة، لأنه لا مش كتير أنه يعني تخيل أنه أنا ممكن أكتب لك bring your book أو بالضبط شغله اوفنسيف، كانه انا بصرخ عليك. لما اكتب لك اياها كابيتالايزد انه زي كانه انا باكد عليك او بصرخ عليك او انه بالضبط، تمام. اجيت انا في الشات بقول لك وير ار يو، ما رديتش، بروح كمان مره بقول لك وير ار يو، برفع صوتي عليك شوية، تمام. فبالتالي الكابيتالايز او تستخدم شغلة بولد هذه ملهاش داعي للنص الاعتيادي، فما تستخدمها في السلايد تبعتك، تمام. طبعا بدك ممكن انت توزع هاند اوت، هذه الملاحظات يعني بتفيدك في البرزنتيشن بشكل عام، وخاصة اذا انت
حابب تاخذ فيدباك من الاودينس من الحضور اللي انت عندك. انا بدي اشرح لكم المشروع تبعي، بدي اياكم تدوني يعني ايش رايكم في المشروع، ايش الهاند اوت. عاده بيكون انت عندك اكيد شفتها في الباوربوينت، صفحه زي هيك فيها 3 سلايد، وبحط لك الباوربوينت خطوط فاضيه هيك، اسطر فاضيه عشان تكتب ملاحظات. فبتروح تكتب ملاحظه قبل كل سلايد عشان بعد هيك ألمهم، في عندي ملاحظه كذا وكذا وكذا، هي مكتوبه في سلايد كذا. فبتكون هذه مفيده لو انت مثلا بدك تعمل برزنتيشن، بدك تقنع مستثمر في المشروع تبعك، بدك تقنع بدك تاخذ فيدباك من لجنه معينه انه ممكن انه تفيدك الطريقه هذه انه انت توزع هاند اوت. طبعا هاي الشغله مش مطلوبه عندنا في البرزنتيشن، انت مش من المنطق انه انت توزع هاند اوت على كل الحضور اللي هم اصلا زملائك. نزل ايدك. تمام، ما فيش تأثيرات في الصوت. انت تيجي لما تنتقل من سلايد لسلايد تانية بتروح بتعمل لي حركة او صوت معين مؤثر معين. ليش؟ لانه فعليا الشغلات هذه بتشتت الانتباه. انت وظيفتك هنا توصل ايش الفكرة في المشروع تبعك. المثل بيقول لك if you can't convince them confuse them، اذا مش قادر تقنعهم شتتهم. فانا كيف ممكن اشتتك؟ والله بحط لك خلفيه هيك ملونه او منظر طبيعي، فبالتالي انت ممكن بدون وعي تصير تقول والله الخلفيه هذه حلوه، يا ترى وين المدينه هذه. او انت تستخدم مؤثرات صوت، في كل لما ينتقل بين كل سلايد وسلايد بستخدم صوت مختلف، بس احلى صوت هو الصوت اللي في النص هذا. فبالتالي انت بتشتت الانتباه عن التركيز على الموضوع الاساسي، وهو انه انت تحكي عن المشروع تبعك. فبالتالي اللي بتستخدم مؤثرات صوتيه او مؤثرات بصريه في الترانزيشن، عارف الترانزيشن افكت، انه انت لما بتقلب من السلايد انه هذه بتصغر زي هيك وهذه بتفتح لي زي الورده زي هيك، هيك انت بتشتت الانتباه. اللي بيستخدم هاي الشغلات حيرسب في البرزنتيشن. تمام، نو واي. No cheesy image. ايش التشيزي ايمج؟ صور الممطوطة. تخيل حالك انه انا الصورة هاي زي هيك، مزعج. تمام، انت بتكون الصورة هذه جايبها من النت واصلا الابعاد تبعتها مش مظبوطة، عشان تبين عندك في السلايد بتروح بتمطها. بس انت ايش بتخرب؟ بتخرب الجودة تبعتها. تمام، هاي الشغلات في لها اثر فعليا في علم الادراك، انه انت الاودينس اللي بيكونوا موجودين عندك ما تصلهمش الفكرة. انت فعليا بتشوه المنظر، بتشوه السلايد. تمام، اللي بيستخدم صور ممطوطة بيرسب في البرزنتيشن. طيب، فبالتالي المطلوب انه انت تستخدم هاي كواليتي جرافيكس ورسومات جودتها عالية، يا اما انت بتعملها يا اما انت بتجيبها من مصدر انه جودتها الجودة تبعتها مناسبة. اعرض البيانات بشكل رسومي. انت عندك احصائية، لما اجي اقول لك والله يعني شوف المعلومة، لما اجي اقول لك اكثر الحيوانات المنزلية انتشارا، تمام، وجيت بدي احكي لك الارقام، الكلاب عددهم كذا كذا كذا، القطط عددهم كذا كذا كذا، تمام، الاسماك عددهم كذا كذا كذا، انت فعليا في علم الادراك بصعب عليك انه انت تربط المعلومات وتيجي تقارن. لكن هنا بشكل رسومي واضح جدا انه انت عندك الكلاب هي اكثر الحيوانات المنزليه الموجوده. ايش بيجي بعديها؟ قطط، بعديها اسماك، بعديها ارانب، بعديها هذا اصلا مش عارف ايش هو. تمام، فبالتالي انت هنا صار في عندك يعني تخيل انه قديش مدى انتشار الحيوان المنزلي هذا.
لو انا جيت قلت لك والله التطبيق انا بدي اقنعك التطبيق تبعي، انا جيت قلت لك والله انا بدي اعمل لك تطبيق تمام عنده القدرة على التواصل مع القطط، طبعا القطة لما تكون جعانة بتطلع لك صوت معين، لما تكون خايفة بتطلع لك صوت معين، لما بتكون بتنادي على مش عارف ابصر ايش بتطلع صوت معين. انت جديد في الموضوع مش عارف ايش الاصوات هذه، فانا رحت عملت لك تطبيق تمام، انا رائد اعمال رحت عملت لك تطبيق تمام، انت بس افتح السبيك افتح الميكروفون، انت عندك شغل التطبيق وافتح الميكروفون وبسمع القطة بيقول لك انه القطة جائعة، القطة بردانة، القطة مش عارف ابصر ايش تمام. خيال علمي؟ لا مش خيال علمي، هذا واقع. طب مين الشريحة المستهدفة عندي؟ الشريحة المستهدفة انا عندي الناس اللي عندهم قطط منزلية. قديش نسبتهم؟ هاي نسبتهم، شايف قديش؟ تمام؟ عفوا هاي في انا عندي شريحة كتير كبيرة من المستخدمين 30%. واضح كيف انه انت استخدمت الرسومات في توصيل الفكرة وفي الاقناع تمام؟ هاي الشغلة انت ممكن تستخدمها في الاحصائيات، انت لما تيجي تقول والله عدد المستخدمين انه انا عندي صار في زيادة سنوية، لما انت تيجي تحكي ارقام مش هتصل الفكرة، لكن لما تيجي تقول والله في سنة 2016 كان عدد مستخدمين الهواتف الذكية هالقد، 2017 صار هالقد، 2018 صار هالقد، فبالتالي تتوقع لما اجي اقول لك 2024 تمام انه ممكن يكون هالقد، بيكون في هنا رقم معين، فبالتالي بيسهل عليك انه انت قديش مقدار النمو في الموضوع هذا باستخدام الرسومات. تمام يا استاذ؟ نزل ايدك وسيم. تمام؟ الآن نيجي لموضوع الدليفري. إيش الدليفري؟ مش توصيل، مش أكل، مش بالضرورة أكل. أنت هتيجي تعمل في البرزنتيشن هتوصل أكل؟ لا، هتوصل معلومة، هتوصل معلومة، هتوصل فكرة المشروع تبعك تمام؟ لأنه أنت ما وصلتش فكرة المشروع تبعك بشكل جيد، أحسن لك تشتغل موصلات دليفري، يعني توصل بيتزا وشاورما أحسن لك، بتجيب فلوس أكتر. أنت مش مدرك حجم الـ IT أو التخصص هذا قديش بيجيب لك فلوس تمام؟ واللي بيحكي زي هيك أنه بدي يشتغل موصلات بيتزا خليه يترك المجال وحيندم، هتندم انت تمام. الاي تي بدخل لك فلوس كويسة بس بدك انه انت تكون قد حالك. طيب عيد اول نقطة في التوصيل الصوت، زي ما انا باجي بحكي بنبرة صوت برفع صوتي شوية بعديها بروح بنزل صوتي شوية تانية، انه انا بدي اشوقك انه انا ممكن احكي شغلة بطريقة هادئة تمام، وممكن ارفع صوتي واحكي لك نقطة انه بحيث انه انا اوصل عقيد. هذا قارنه بين انه انت تيجي بنبرة صوت ثابتة constant. احنا يا جماعة اليوم بدي احكي لكم على مشروع التخرج تبعي وتضلك انت بنفس النبرة هذه طوال البرزنتيشن تمام؟ فبالتالي فعليا الصوت نبرة الصوت له دور كبير في توصيل المعلومة، فخلي بالك من النقطة هذه. طبعا يفترض انت تتمرن على البرزنتيشن من ناحية وقت ومن ناحية يعني نبرة صوت وانه انت توصل المعلومة تمام؟ طبعا ها كل شغلة من الشغلات هذه اللي انا شرحت لك اياها انت ما اخذتهاش بعين الاعتبار. والله اذا لقيتك انت طول البرزنتيشن قاعد تحكي لي احنا يا جماعه اليوم بدنا نحكي على مشروع كذا كذا بخصوص الانترودكشن احنا عملنا كذا وكذا وكذا، لا بنقص عليك علامات. ثاني شغله الاي كونتاكت، يفترض انه انت لما تشرح تطلع في وجوه، اسمع يا استاذ هناك في الخلف امنع الكلام،
امنع الكلام. انت دائما تعمل مشاكل وين ما هي محاضرة انت بتحضر فيها بتعمل مشاكل وبتعمل دوشة. امنع الصوت يا استاذ. خلاص امنع الصوت يا استاذ. طيب بخصوص الاي كونتاكت، يفترض انه انت يكون في عندك اتصال بصري مباشر مع الاودينس كلهم، تشوفهم مركزين معك مش مركزين، فاهمين مش فاهمين. انت محتاج انه انت عرفت الذكاء الاصطناعي وبرضه مش عارفين ايش هو، انه لا انت تنزل شوية وتبسطه اكتر التعريف. فالاي كونتاكت هذه شغلة كتير مهمة، انه انت تعرف قديش انه هم متابعين معك، قديش انه هم فاهمين، قديش انه في عندهم تساؤلات. هذه الشغلات معي واضحة في الوجوه، زي ما في المحاضرة بطلع في وجوهكم بعرف انه انتم فاهمين ولا مش فاهمين، واضحة جدا تمام. وبعرف انه انتوا خلاص بطلتوا تقدروا تستقبلوا معلومات ولا انه في مجال انه انتوا تستقبلوا معلومات. فبالتالي الاتصال البصري غير انه انت تضلك طول الوقت وانت تطلع في السلايد تبعتك. انت جاي تعمل البرزنتيشن ولا جاي تطلع في السلايد؟ انت بدك تقدم للناس، بدك تطلع فيهم. كيف؟ الطلاب وانا حكون برضو موجود تمام؟ الطلاب بيكونوا فاهمين؟ بتكونوا متفقين مع بعض ان هم يفهموا، يعني ان هم فاهمين؟ ما هو يا استاذ انه انت بدك تقتنع ان انت جاي تعمل برزنتيشن وما بدكش تطلع في الحضور زي هيك تشوفهم زي هيك، لا. بده يكون في عندك الشجاعه ان انت تطلع فيهم زي هيك كلهم وقاعد ان انت تشرح لهم. كونك ان انت تهرب ان انت بتطلع في السقف زي هيك او بتطلع تحت، لا. وفي شغله ثانيه ان انت طول الوقت، يعني هذه اكبر شغله غلط، ان انت تعطي ظهرك للحضور. هذا مش البرزنتيشن. ايش الفائده؟ انا جاي اشرح لك تمام وطول الوقت اعطي لك ظهري. ليش؟ لانه انا بدي اطلع في السلايد زي هيك، لانه انا حافظ مش فاهم. يعني شايف هدول النقاط، انا بس مجرد يعني مكتوب بس كلمه واحده وقاعد هاي بشرح لك على الفويس وعلى الاي كونتاكت وعلى انه انت انه انت كيف الوقفه تبعتك البوستشر. البوستشر انت بدك تتمرن، بدك تتمرن التمرين. التمرين غير عن واحد قدام بيتكلم قدام ناس الا ما الا ما يثبت. لو وجد عين بعين صاحب خلاص ليه؟ ممكن تطلب من الكلب طلعه يعني. يعني انا مثلا لو انت صاحبي يعني مثلا وانا قاعد بعمل برزنتيشن جت عيني في عينك حتعمل لي زي هيك؟ ممكن اكون عارف ايش بتحكي لي فيه. كيف بدك تحكي لي؟ لا ممنوع ان انت تحكي، ممنوع انت تحكي. طيب انا هو قاعد بيقول يا ما حيعمل لك زي هيك، يا ما حيحرك لك حواجبه زي هيك. الناس بتضحك عليك بس تشوف والله. انت بدك تضبط الموضوع، بدك تتحمل المسؤولية، بدك تضبط الموضوع تمام. وما فيش مفر، لازم تعمل البرزنتيشن. ما فيش مفر، لازم تعمل البرزنتيشن تمام. طيب بخصوص البوستشر، البوستشر يا شباب اللي هي طريقة الوقفة، الوقفة انت كيف واقف تمام؟ في ناس انه ممكن بيقفوا لك انه تقعد تشمل لك يا شباب احنا بدنا نحكي لكم اليوم مش عارف ابصر ايه. وفي ممكن يضلوا حاطط ايديه في جيابه زي هيك تمام، خاصة انه البرزنتيشن حيكون في شهر ديسمبر تمام؟ انه ممكن يمتد لشهر ديسمبر انه بكون سقعان زي هيك. وانه في ممكن طريقة الوقفة تبعته او حتى وجهه، يعني هو نفسه بيقول لك نعم، يعني بيكون هو نعسان على الاخر. فبالتالي طريقة الوقفة انه انت قاعد بتقف هيك بأريحية تمام، والنقطة مرتبطة مكتوب يعني مرتبطة بالنقطة اللي وراها اللي هي الجيستشرز. ايش الجيستشرز؟
الإيماءات تمام؟ نعم هديك body language الجيستشرز إنه أنت أجلها تعمل يعني كيف بتقلب أنت عندك في الجوال؟ تستخدم جيستشرز صحيح؟ كيف ممكن أنت تتحكم في سمارت تي في؟ قل له هيك قلب محطة هيك علي هيك وطي تمام؟ مش تاتش جيستشرز هذه بنسميها جيستشرز إنه زي ما أنا أكون شرطي مرور واجي أقول لك عادي هيك هيك وقف هذه جيستشرز هذه إيماءات بدي لك إيماء إنه هيك وقف هيك امشي تمام؟ أكيد أنت إيش بدك تستخدم الجيستشرز عشان إنه أنت تبين بدك تستخدم إيديك وإنه هذه نقطة توصل المعلومة تمام؟ تيجي تقول إنه إحنا يا جماعة بنيجي بنقسم الأنواع التطبيقات المتعلقة بالتطبيق تبعنا لثلاث أنواع تمام؟ كذا وكذا وكذا بتيجي بتستخدم إيديك زي هيك تفرد إيدك تفرد أصبعك بتقول هاي رقم واحد كذا رقم اثنين كذا هاي خلصنا واحد واثنين إيش ضايل؟ رقم ثلاثة تمام؟ وممكن تيجي تقول إنه والله يا جماعة الموضوع هذا ممكن نقسمه لعدة مستويات هكذا وانت بتحكي قاعد مستوى لما انت بتستخدم ايديك وتقول مستويات هي وتعمل زي هيك انت فعليا بتساهم في توصيل معلومه غير لما انت تيجي تكون واقف زي هيك وتقول يا جماعه الموضوع بينقسم لثلاث مستويات لا ما وصلتش الجيستشر بتساعد في توصيل الفكره اكيد لا شك وهذا لا يعني انه انت تيجي تلعب لي كاراتيه في البرزنتيشن تبعتك تمام انه تقعد تعمل لي طول الوقت وانت تشبر لي بايديك زي هيك تستخدم الجيستشرز عشان توصل المعلومة بلاش تمام؟ هذه السلايد هذه السلايد انا مش حقرا لك اياها انا حافظ المحتوى تبعها لانه انا اللي كتبته تمام؟ بس انه انا بدي اتاكد انه مش ناقص يعني ناسي نقطة الفويس انتونيشن بالاي كونتاكت البوستشر والجيستشرز الان موضوع البوينت تمام موضوع البوينت ممكن اشرح لك اياه زي هيك انه انت تيجي بتحكي انه يا جماعه والله الفئه المستهدف على التطبيق تبعي الاشخاص اللي عندهم قطط منزليه قديش نسبتهم هذول هاي شايف كيف انت بتاشر 30% قطط فبالتأشير هاي قاعد انا بتطلع فيك مش ضاير ظهري زي هيك وقاعد بقول زي هيك لا هاي اشرت لك 30% من الناس اللي عندهم حيوانات منزلية عندهم قطط وهذه هي الفئة المستهدفة تبعتك فبالتالي البوينت اوت هذه برضو مهمة لما يكون انت في عندك مثلا اربع رسمات هنا تيجي بتحكي انه في الرسمة هذه هي عندنا كذا بعدين المرحلة الثانية بينتقل كذا بيصير التأشير زي هيك لسه التأشير هدي لك فيه برزنتيشن منفصل هجيت حواجي لك اياه طيب نقطه ثانيه هاي اللي هي don't turn your back to the audience اوعك تدير ظهرك للحضور اذا بتدير ظهرك للحضور على طول تطلع من الورق تمام ليش لانه اول حاجه هي مش مهذبه تمام لانه انا قاعد بنزله يفترض انا بحكي معاك قاعد انه انا واجهك مش انا قاعد بحكي معاك يا جماعة احنا كذا 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 لا مش مهذب انه انت تضيق ظهرك وتقعد تحكي هذه شغلة الشغلة الثانية هذا بدل انه انت واحد مش محضر للبرزنتيشن تبعك ومش قادر تحكي لك كلمتين على بعض ومش فاهم المستوى ومش قد الموضوع ليش انت بتضطر انه انت تضيق ظهرك عشان تقرأ من السلايد وهذا برزنتيشن مش قراءة مش درس قراءة تمام فاللي بيسوي شغلة زي هيك يعني فعليا هو قاعد بيحكي على نفسه هذا الكلام بيأكد على نفسه هذا الكلام اوعك تضيف ظهرك للأوديونس اخر نقطة موضوع اللبس طبعا انت جاي تعمل برزنتيشن مش جاي تستعرض تمام تخيل ان انا جاي لك اليوم اعطي لك برزنتيشن ولابس جرافة لميعة تمام بوليغرافة هذه طبعا مع الإضاءة طبعا بتنعكس الإضاءة زي هيك كل ما أتحرك وانت إيش تركز على الجرافة تبعا وكل ما أحكي زي هيك وانت تركز على الجرافة تبعا أنا شتتك أنا يعني قضيت عليك خالص
انت مش معايا حتكون في البرزنتيشن خالص. ثاني يعني اقول لك ف البس زي لبس كل يوم، لبس عادي، البس لبس زي كل يوم تمام. ما تجي ليش في هذاك اليوم برضو عامل لي تسريحة شعر، موقف لي شعرك بطريقة عجيبة غريبة يعني زيادة عن اللزوم. اي نعم انه في بوقفوا شعرهم حاليا، بس انت ما تبلغش يعني انه تقعد بتعمل برزنتيشن وتحرك شعرك زي هيك، يعني انه تصيروا ركزوا في شعرك تمام. واضح بخصوص اللبس حتوزعوا الادوار انتو عندكم تمام. فانت حتيجي تقدم، انت حتحكي في الانترودكشن، انت حتحكي في الريليتد ورك، انت حتحكي في البروبلم ستيتمنت، انت حتحكي في كذا. ويفترض انه يكون في عندكم ترانزيشن بين اعضاء المشروع، انه انت تيجي بتحكي احنا يا جماعه اليوم، يفترض انت تعرف عن نفسك، احنا اليوم الفريق تبعنا مكون من زميلي فلان وفلان وانا، واحنا بدنا نحكي لكم اليوم عن مشروعنا، مشروع كذا 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 كذا. حبدا انا في احكي عن كذا وبعديها حننتقل لزميلي كذا، تبدا تشرح الانترودكشن وا 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 وا، بعديها زميلي فلان حيشرح لكم على الانترودكشن. واحنا حكينا انت عندك 20 دقيقه وانت حر اداره الموضوع، هذا شيء عندك يفترض انه انت تعمل فيه، راح عليك خلاص البرزنتيشن تبعك اوت. لو سمعت الكلام بطل ماشي. عليكم السلام ورحمه الله. ثواني يا استاذ، كيف؟ والله والله هذا الموضوع انا حطيته، اسمع يا استاذ امنع الكلام، هذا كلام حطيته في السيليبس وفعليا انا هلقيت تحديدا مش فاكر الويت الاكبر، الوزن الاكبر في العلامات على الـ على الـ على النسخه النهائيه. انت لقيت العلامه موزعه على ثلاث شغلات اساسيات اللي هي الدرافت الاولى، البرزنتيشن تمام، والكوم الكبير وين عند النسخه النهائيه. فهدول انه في عليهم جزء من العلامه حيروح منك لو انت ما زبطتش في البرزنتيشن، او انه خلص عليك الوقت، او انه يعني بدك تتمرن برضو، ما تكاش انه انت تحكي ضلك تحكي بسرعه 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 بحيث انه انه انت يعني خايف انه يدرك الوقت، يعني يدركك الوقت، فبدك ترتب الموضوع انه انت تحكي وانت مرتاح بحيث انه ما يفوتكش الوقت، وانه انت توصل كل المعلومات. في شغلات انه انت ممكن تقعدش تحكي في تفاصيل كثيرة بحيث انه انت توصل الفكرة الاساسية. انت حط نقاط ورقة صغيرة في ايدي عليه. ممكن. ممكن. فهلقيت من الاخطاء الشائعة كذلك، عفوا، من الاخطاء الشائعة كذلك انه كل واحد بيجي بيحكي بيضله بعيد في نفس الكلام. احنا زي ما حكينا لكم يا شباب فكرة مشروعنا هذا ما فيش منه كذا كذا، اللي وراه بيجي بيجي يقول نفس الكلام ما فيش منه مشروعنا واحنا رحنا على كذا. لا، التكرار برضو بيأثر على علامة المجموعة، خلي بالك من هاي النقطة. فبده يكون في تنسيق بيناتكم، وبدكم تشتغلوا بروح الفريق وبروح يعني جماعية. ايش يا استاذ؟ في البرزنتيشن؟ لا، في علامة البحث. طبعا انا يعني هذا الكلام حيبين معي من الاسئله، ممكن اجي اسئله اوجه اسئله على اشخاص معين. انت مسؤول عن كل المشروع، مش ما تقول والله انا اذا سالتك سؤال وقلت والله فلان اشتغله رسمت في البرزنتيشن تمام. حكيت انت بدك تعمل كنترول الاودينس، نيجي بقى للاجابات تمام. بدك تعمل كنترول الاودينس، ايش يعني بدك تعمل كنترول الاودينس؟ انه انت ممكن تحلهم مجال. نحن هيك خلصنا يا جماعه، اذا في حدا عنده اي سؤال تفضل، انت في عندك سؤال؟ لانه في عندك اكثر من واحد ممكن يرفع ايده، فبالتالي بدل ما يحكوا مع بعض انت بدك تتحكم بالموضوع. تفضل انت، ايش في عندك سؤال؟ في عندنا سؤال هنا تمام، وجاوب باختصار، تتفلسفش بصراحه يعني بصراحه. في مخرج انه انت تكون مش فاهم السؤال، انت ايش بتروح بتسوي؟ انه انت تعيد السؤال بتيح لوقت، انه لانه في اسئله بتفوتك في الحيط فجائيه، يعني انه انت بتكون مش عامل حساب. فانت ايش ممكن تسوي؟ انه انت ممكن تعيد السؤال بتيح لنفسك وقت انه انت تفكر ايش ممكن تكون الاجابه، وتتاكد انه انت فهمت السؤال صح قبل ما تجاوب.
يعني انت قصدك في السؤال انه احنا لو عملنا كذا كذا او ليش ما استخدمناش كذا، هيك وضح السؤال، ساعتها انه بيجي لك الجواب. تمام، جاوب باختصار رجاء، تقعدش انه والله اول سؤال اجاني سهل، تمام، بدي اطول فيه عشان ايش ما تيحش المجال لأسئلة تانية. تمام، هذا جانب. الجانب الثاني ممكن انه انت تسرح وياخدك الوقت وضلك انه انت تشرح في الموضوع وتشرح في الموضوع وتشرح في الموضوع وانت فعليا بتكون بتكذب، زي ما اجي اسألك وين كنت، والله اصله عشان كذا وعشان كذا، فالكذبة الاولانية طلعت مش ظابطة بتروح بتغطيها بكذبة تانية، فبتلاقي حالك كل ما حكيت اكتر بتتورط اكتر، فعليا زي هيك كل ما حكيت اكتر تتورط اكتر وبتبين العيوب الموجودة في المشروع تبعك. تمام، بدك انه يكون في عندك صدر رحب انه انت تتقبل الانتقادات، هذه شغلة اساسية. تمام، انا مش جاي اجاملك هنا واجي احكي لك برافو مشروعك ممتاز، يعني لا، انا جاي بدي احكي لك في نقاط، هذه ليش عملتها زي هيك وهذه ليش ما عملتهاش زي هيك، وهذا فيه له ريليتد ورك، ليش انت ما غطيتها. تمام، بدي يكون في عندك صدر رحب انه انت تتقبل الانتقادات، لانه الهدف منها انه تحسين العمل تبعه. انا بجيش انه انا اعنف فيك اقول لك انت لا هذا شغلك مش صح وانت ليش مش عامل هيك، لا مش هو هذا الهدف اطلاقا. وفي نفس الوقت انا بديش اضلني انه انا اضحك عليك وضلني ان انا اجاملك، لا بدي احكي لك بشكل مباشر هذا ليش ما عملتها زي هيك، هذا ريليتد ورك معروف كتير ليش انت ما غطيته، هذا البروبلم ستيتمنت مش ما يعني مش ما يعني ما موضحه بشكل جيد، مش واضحه كانت. السبب انه هي مش واضحه انه انا اعتقدت انه انت كذا وكذا وكذا، انه انت بدك تعمل كذا وكذا وكذا. تمام، طيب هيك احنا بنكون خلصنا هذه السلايدز، بتضل لنا المره الجايه. تمام، ثواني بس، بتضل لنا المره الجايه انه احنا بدي ادي لك انه انت كيف تعمل pointing و positioning للسلايد تبعتك. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي اربع رسمات، كيف انه انت تقف في البرزنتيشن وتأشر عليهم الاربعة. تمام، فممكن تستخدم انه عندنا الرسمة اللي على اليمين فوق، لو انا كنت بعيد عن البروجيكتور، في انت عندك البروجيكتور فيها اماكن بيكون معلق فوق مش هتقدر تأشر زي هيك، بدك تنط يعني ولا ايش بدك تسوي، لا بتقول على اليمين فوق او على الشمال تحت زي هيك، او بتستخدم ليزر بوينتر. فبالتالي هاي بعض الشغلات ممكن ان احنا نتمرن عليها المحاضرة الجاية. نعم، في حدا عنده اي اسئلة في المحاضرة اليوم؟ اللغة، اللغة لو انت توافقت مع المشرف انه تكون عربي انا ما عنديش مانع، لا نسكت او تنتهي.